ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم من جميع الوجوه إلا في أمر السترة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولذا المأموم لا يضع سترة. ولذا لو أن امرأة كما سيأتي مرت بين يدي المأموم لم تبطل صلاته. لما؟ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لكن لو أن المرأة مرت بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأمومين. لماذا تبطل صلاة المأمومين؟ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جُنَّة.